لكن ضربة البداية كما تعودتها دائما هي مع مقالي ومقاله، رسالة من الرئيس. الحقيقة الإنجاز الأولمبي اللي حققته البعثة المصرية في طوكيو وفوزها بست ميداليات متنوعة، حظيت معاها البعثة أو الأبطال الفائزين بيها بأكبر وأفضل وأعلى تقدير وتكريم رئاسي ربما في تاريخ الرياضة المصرية. شفنا أبطال أخذوا ميداليات كتيرة في فترات سابقة، لم نلحظ أبدا أن الرياضيين أو الأبطال حظوا بمثل ما حظوا به هذه المرة من دعم واهتمام ومتابعة ثم تكريم في مختلف الاتجاهات من رئيس الجمهورية بنفسه. لكن كان منح هؤلاء الأبطال أو سمة الرياضة أو وسام الرياضة من الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة كل حسب نوع الميدالية مسألة فيها الكثير من الرسائل المهمة. لكن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء الأبطال أثناء التكريم حامل رسالة مهمة جدا لجموع الرياضيين عامة. نسمعها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله على السلامة وألف مبروك. مبروك حاجة جميلة جدا جدا، أسعدتونا ونشكركم وجهد عظيم، وإن شاء الله الأيام اللي جاية نقدر نحقق أكتر من كده. والفكرة مش في تحقيق الميداليات أو كده، هي الفكرة في حالة الرياضة، حالة اللياقة البدنية في مصر بتعكسها المسابقات اللي زي كده. كل ما الدول تبقى متحضرة بتهتم بنفسها وبتهتم بشبابها وبتهتم بأبنائها وينتج عندها حجم ضخم جدا في القطاع ده بينعكس بالنتائج. يعني الهدف مش الميدالية، وهي حاجة عظيمة عشان بس محدش، لكن حالة الرياضة، حالة بناء أجسام ولادنا وبناتنا في مصر، حالة، أنا بقول الكلام ده لأن فرصة وأنتم موجودين إن الرسالة دي تصل لينا. فإحنا سعداء أولا باللي أنتم عملتوه وبنشكركم عليه، وبنشكر كل من شارك فيه في وزارة الشباب وكل الوزارات اللي كانت لها يعني لها شراكة في هذا الأمر، يعني زي ما قلت كده. لكن بقول تاني إن مستوى البطولات دي بيعكس حالة الرياضة في الدولة، في أي دولة. كل ما يكون حالة الرياضة يعني في شعب مهتم، في أب وأم مهتمين، في دولة مهتمة، في مدرسة مهتمة، في جامعة مهتمة، في إنسان بيراقب نفسه، شايف دايما متابع وزنه وحالته الصحية وكلام من هذا القبيل، يعني مبروك. حد عايز حاجة؟ أيوه. طيب. اللي يستمع لكلام السيد الرئيس بشكل دقيق شوية يلاقي المعنى العميق في أن الفكرة مش في الميدالية، وده موضوع مهم جدا للحياة، موضوع مهم لكل الرياضيين ولكل الأندية ولكل القائمين على الشباب والرياضة. الرئيس قال يا جماعة الفكرة مش في الميدالية، على أهمية الميدالية وقيمة الميدالية وضرورة تكريم الأبطال وحاجتنا أن احنا فعلاً ننجح في كل هذه المحافل الدولية والأولمبية، لكن الفكرة أن هذه الميدالية أو هذا الفوز أو هذا التتويج يجب أن يعكس حالة الرياضة في البلد دي. وده اللي أكد عليه أكتر من مرة الرئيس في الكلمة القصيرة ديت، الأهمية أنك أنت مش في الميدالية، في حالة الرياضة، في حجم ممارسة الرياضة، في حجم اهتمام الشعب بالرياضة، في ازاي نقدر نخلي فعلا الممارسه الرياضيه جزء من اسلوب الحياه اليوميه للمصريين كلهم. لانه المجتمع، حتى تاكيد الرئيس انه المجتمع الصحي في حالته البدنيه وممارسته للرياضه ده بيعكس الحاله الصحيه للمجتمع.
قدرة الفرد على العمل، قدرة المجتمع على الإنتاج، أهمية أنه يتحلى أبناء المجتمع بالسلوك، بالقيمة، بالقدوة، بالفكرة الرياضية نفسها. هي دي فكرة الرياضة أكتر من اختزالها في مجرد ميدالية. لأنه لو إحنا اعتبرنا أنه في مجتمع ممكن يفرغ نفسه وقدراته وأمواله وطاقته للرياضة فقط في فرد أو اتنين أو عشر، يحطهم في حضانة رياضية ويصرف عليهم كتير عشان يكسب ميدالية ويفضل يثقل في إعدادهم بره وجوه وياخد ميداليات من غير ما هذه الميدالية تعكس الحالة الرياضية في المجتمع إيه؟ لا، ما كسبناش حاجة. ما كسبناش حاجة على المستوى العام والجاد، لأنه فكرة إن هذا التفوق الرياضي اللي بتعبر عنه ميدالية أولمبية يجب إنها تكون نابعة من حجم ممارسة كبيرة. عندك بطل واثنين وثلاثة وعشرة ومية، المفروض يكون عندك ملايين من الشباب والرجالة والستات والأطفال بيمارسوا الرياضة. دي الرسالة المهمة جدا، ضرورة الاهتمام بقطاع الممارسة. قطاع الممارسة عشان يقدر نفرز منه أبطال باستمرار. ولو ما أفرزناش، بالمناسبة، لو الشعب بيمارس الرياضة على نطاق واسع بشكل يحفظ صحته ويحفظ قدراته ويحفظ قدرته على العمل وعلى الإنتاج، ما هو الحفاظ على الصحة حفاظ على الاقتصاد. شوف الدول لما بتحتاج تصرف مليارات على الصحة وعلى البيئة وعلى كل ما هو ناتج عن صحة الإنسان، المسألة بتحتاج فلوس كتيرة جدا. فبناء المجتمعات بشكل جاد المفروض جاي من خلال قيمة الميدالية كانعكاس لحالة الرياضة. هي دي رسالة الرئيس المهمة جدا، انه عايزين الميدالية وعايزين التفوق الدولي وعايزين الإنجاز يعكس حجم ممارسة حقيقية. وعدد الرئيس في كلمته لأبطال مصر الفائزين بالميداليات الدور اللي المفروض بتقوم به المدارس والجامعات و و و وحتى أماكن العمل المختلفة، لأن عندنا فرص كتيرة لممارسة الرياضة خاصة في المدارس. إحنا استسلمنا لفترات طويلة قوي لفكرة إنه المدارس ما عادش فيها أفنية لممارسة الرياضة. هي ما فيهاش أماكن لممارسة كرة القدم، بس الشعب المصري اختزل الرياضة عقود طويلة جدا في كرة القدم. حتى ظهرت ألعاب في النزال، كل الألعاب اللي إحنا بناخد فيها ميداليات أولمبية بقالنا فترة ألعاب نزال، يا المصارعة يا الجودو يا التايكوندو دلوقتي يا الكاراتيه والملاكمة. الألعاب دي مش محتاجة أي بساط منها، مش محتاج لا الملاعب ولا المساحات واسعة. كم متر ممكن يكون في فصل مدرسة فاضي أو على أسطح المدارس ومراكز الشباب لو المسألة خلاص عدمت نقدر نمارس الرياضة، وتقدر فعلا تتحول مدارسنا وجامعاتنا إلى معامل تفريخ لممارسة الرياضة وإنجاب الآلاف من الأبطال. إحنا عندنا فقر شديد جدا في قاعدة الممارسة، خاصة في الألعاب اللي إحنا بنتفوق فيها أولمبيا. فأتمنى أن رسالة الرئيس تكون وصلت بشكل مسموع لكل القائمين على الحركة الرياضية في كل الاتجاهات.